رجعنا معكم مشاهدينا الكرام في أولى فقراتنا وثاني فقراتنا اليوم في برنامج شباب قول وفعل، ومعنا ضيفتنا المميزة في الاستديو آلاء جمعة من مجموعة تميز. حياك الله معنا في برنامج شباب قول وفعل. الله يحييك، تسلمي. بالبداية خلينا نتعرف مع المشاهدين على مجموعة تميز. مجموعة تميز هو جروب شبابي تم تأسيسه 2011 عن طريق الأستاذة مريم المضاحكة. نعم. طبعا هو عنده رسالة وايد واضحة، اللي هو ان كل شاب فينا، او سواء بنت او ولد، لازم يثبتون نفسهم، لازم ينجزون، ولازم يتعلمون هذه الطرق. وفي وايد اشياء عندنا تمنعنا، فاحنا بكل بساطة ان نبسط هالامور، نوصل رسالتنا ونحقق الهدف الاساسي من كل هالشيء. نعم، خلينا نتكلم عن الاهداف. بما ان انت قلتينا بنحقق الهدف من مجموعة تميز، هي دعوة اذا للتميز. خلينا نتكلم عن اهداف هذه المجموعة، الهدف من انشائها. لها وايد اهداف للامانة. احنا دائما نتخصص في امور معينة في كل مؤتمر. سوينا داي اوت، سوينا مؤتمرات. مؤتمر تميز الاساسي طبعا هو يكون تقريبا ما يقارب اليوم الكامل، ويكون دائما متخصص من جميع النواحي، ذاتيا، ماديا، ذهنيا، من اي ناحية يعني تتخيلينها ممكن. الحين طبعا قاعد نتخصص اكثر في مجالات معينة، مثلا الذات، وهالشيء وايد مهم. والحين عندنا ان شاء الله هم راح ابلغك فيه، اللي هو يوم السبت. نعم. عندنا شيء متخصص للنساء فقط. ممتاز. نعم، خلينا نتكلم عن الشريحه المستهدفه لهذه المجموعه. يعني احنا قاعد تقولين احنا راح تكون عندكم الكثير من البرامج اللي بالفعل خلينا نقول تسقل الشباب عشان يواجهون اللي جايهم، سواء كان من مشاريع او طموحات وغيرها. الفئه المستهدفه تحديدا من الشباب من هي؟ تقدرين تقولين من مرحلة المراهقة وفوق. يعني ما حطينا عمر محدد، لأن إذا الشخص عنده هدف معين فهو يقدر يحققه في كل وقت هو يبي. العمر يعني ما راح يحده من هالشيء. نعم، شنو أهم الفعاليات اللي يعني تكون موجودة عندكم في هذه المجموعة؟ لابد أن مثل ما ذكرتي قبل شوي دخلتها، ويمكن تنمية الذات، التنمية البشرية والأمور في هذه المجموعة، لابد أن تحقيق الأهداف تشوفونه وتلمسونه فعليا، والا لما استمرت هذه المجموعه. خلينا نتكلم عن هذه البرامج اللي تقدمونها والمجالات. اوكي. طبعا بالبدايه انا مثل ما قلت لك عندنا تميز اللي هو الاساسي عندنا. نعم. يكون سنوي، وهو يشمل كل النواحي وكل الفئات، وطبعا للفئتين. نعم. من المجتمع اللي هو الذكور والاناث. وعندنا الجاذرينج اللي هو نادي، راح يكون ان شاء الله سنوي. نعم. وصار لنا تقريبا نشتغل عليه ما يقارب السنه، هذا ثاني مره نسويه. هذا مخصص حاليا للنساء، اللي هو تحت عنوان empowering women. نعم. بما ان المراه يعني عنصر وايد مهم وفعال بالمجتمع، فتقدرين تقولين يعني احنا سوينا مؤتمرات وسوينا ايام مخصصه للشباب وايام للنساء وحق يعني كل الفئات، ولكن هم شوي ندلع المرأة يعني. يعني الحمد لله أن في وايد اهتمامات صوب المرأة، عشان ما حد يقول لله. أن المرأة مهضوم حقها. خلينا نتكلم عن أفكاركم اللي تحبون توصلونها للشباب. اليوم لما تتكلمون مع الشباب، لما أو حتى أي شخص من عمر المراهقة، قلتي فما فوق العمر ما يحد من طموح الشخص، شلون تقدرون توصلون له هذا الدافع أو هذه الأفكار اللي بالفعل تبون على أساسها يرتكز وينطلق حق طموحاته؟ انا راح اعطيك امثله عنا احنا شخصيا. نعم. احنا اعضاء تميز، طبعا كل فئه ببالك عندنا. اللي صارت بفضل تميز وبفضل مشاركتها صارت كاتبه، عندنا اللي حققت حلمها وسوت بزنس، معنا وايد كانت خايفه واستفادت من يوم احنا خصصنا في جانب انه التجاره، وشلون الواحد يسوي كنترول على حياته الماليه وغيره. يعني في كل مره قاعد نحط ناحيه معينه. نعم. يعني انا عن نفسي انا كنت طبعا من الحضور في اول ايفنت، انا ما كنت من المشاركين. وتميز عبر طريقتها وطريقه الاساتذه اللي حضروا، انا غيرت حياتي تماما من السلبيه الى الايجابيه. فهذا ابسط مثال ان انا صار فيني انا لازم الحق واتبع تميز، لانه هم اذا كانوا الاساس في انا اغير حياتي، فانا ودي اغير بحياه الناس الثانيه. صحيح. خلينا نتكلم عن هذه الطريقه. اليوم لما انتوا هذه مخرجات من مجموعتكم وهذه نماذج من المجموعه، خلينا نتكلم عن الدورات او المؤتمرات اللي تديرونها او تسوونها. يعني احنا نعرف ان الكثير من الاشخاص عندهم طموحات، عندهم افكار، مو قادرين هم شخصيا يكتشفونها، ولكن يحتاجون الى يد يعني تنتزع منهم هذه الطاقه وتقول لهم او توجههم ان هذا المكان اللي انتم تقدرون تبدعون فيه. شنو اهم خلينا نقول الدورات اللي تعطونها او المؤتمرات كافكار او كاهداف؟ اوكي.
عندك الهدف الأساسي سويناه مرة في هو تميز داي أوت، كان الهدف منه أن الشخص يندفع نفسيا أنه هو يكسر قيوده. فكان مثلا عندنا مع الأستاذ سعود الفرحان، ممتاز، التقينا على البحر، كان يعني كنا طلعة عادية، كنا زوارة، وطلعنا وياه، عطانا ندوة بسيطة يعني بأسلوب حلو، حتى ما كانت ندوة يعني، شجع طبعا الفئات اللي معانا، قال لنا عن القيود اللي احنا قاعد نحطها قدامنا. بعدها اخترنا احنا فيلم خاص في هالشيء اللي هو بلايند سايد، وهو يتكلم عن هالامور النفسيه، ان الواحد اذا هو عنده يشوف نفسه انه هو فاشل فهو ما راح ينجز شيء، ولكن اذا احد امسكه واحد شجعه فهو راح ينجز شيء. فهذا كانت يعني كانت طلعة كاملة مخصصة في هالجانب فقط. عندنا جوانب ثانية اللي هو طبعا اللي عندنا يوم السبت إن شاء الله حق المرأة، مهتمين بجمال المرأة، مهتمين بأن هي شلون تهتم بصحتها برشاقتها، رح يكون معنا شيف رح يعلمها هالشيء، رح نعلمها اليوغا، إن تسوي الشيء اللي رح يخليها تبتسم وتتخلص من الضغوط وتعمل خلال الضغوط. وطبعا في كل مكان وفي كل إيفنت احنا نخصص إنه فقرة بالذات حق الضغوط، أن الشخص لازم يعديها، وهالأشياء كلنا طبعا نعاني منها. الحين أشخاص وايد يقولوا لك إحنا ومكان طموحنا دائما يتجه صوب البزنس، تبدؤون معاه من مرحلة تنمية الذات، لأن الشخص من الداخل لابد أنه هو يتغير التغير الإيجابي علشان بالفعل يقدر يشتغل. أكيد مر عليكم الناس اللي تعتقد أنه من أول محاضرة أو ندوة أو دورة يعتقد أنه هو بيطلع منكم وبيصير خلاص بيحقق كل آماله. خلينا نتكلم عن الفترة اللي المفترض أنه يعني رسالة نوجهها حق الناس اللي بيلتحقون معاكم، المفترض أنه هم ينتظرونها ويتوقعونها علشان بالفعل يحققون طموحهم. هو إذا الواحد بيحسب الوقت فما رح ينجز شيء، لان اول شيء لازم يشتغل على نفسه مثل ما قلتي من الداخل. نفس استاذ خالد الدهان دائما يقول لنا اول شيء اعمل في داخلك واعدل من نفسك، صح. بعدين الخارج كله راح ينعكس وراح يبين. فهالمده تعتمد من شخص لشخص، مثلا البنت ممكن انها تتاثر بسرعه، ولكن الرجل صعب انه هو يتاثر في هالمجال. فاذا احنا ما نحط وقت يكون افضل في هالشيء. بعد ما ينمي نفسه يشوف شنو هدفه. كل واحد فينا عنده هدف، كل واحد فينا عنده حل، ولكن أكثر من عوائق، سواء اجتماعية، سواء إحنا نحطها، سواء بيئتنا تحطها. مرات لا، حتى ما يكون عنده هدف الشخص، هو عباله أن هذا هدف، يكتشف هو أن هذا مو هدف، محتاج هو حق عملية إعادة ترتيب أفكار، ترتيب أولويات، بعدين يكتشف هدفه الحقيقي. بالضبط، هو لازم يسوي له يعني نفس الشجرة اللي هو تتفرع من كل أفرع معينة، والله الفرع الثاني هو الأقرب لي أنا قلبياً، مثلاً إذا أنا بكتب ولا بسوي أي شيء، وعلى هالأساس هو ينمي ويشوف نفسه. طبعاً في وايد منا إحنا هم كغير الحضور هم كأعضاء تميز، يعني كل واحد فينا عنده ميول قاعد يجربون. في وحدة جربت في مجال الكتابة، اتجهت شافت نفسها إنه مو حابة هالمجال، اتجهت إلى جانب ثاني. فيعني كل واحد قاعد يجرب. أنت إذا الواحد عنده حلم يعني خلاص هو لازم يحاول كثر ما يقدر، وبالنهاية راح يوصل. نعم. لأن إذا وقف نفسه خلاص ما راح يحقق شيء. صحيح. لا، إحنا معانا هذه الصور قاعد نشوفها على الهواء موجودة، خلينا نعلق عليها. اي، هذا واحد من ايفنتاتنا السابقه كانت، وطبعا في اكثر من ايفنت قاعد نسوي اللي هو ذا جاذرينج امباورينج وومن، صار مرتين، والجاذرينج مرتين، وتميز داي اوت، وان شاء الله ناويين بعد على واحد. نعم، إن شاء الله. وعندنا هم تميز الاساسي، ففي كل مره بانستغرامنا احنا قاعد نحط ايفنتات ثانيه. طبعا مو بس احنا شيء نسويه تحت اسم تميز، هم عندنا شيء ساعدنا فيه، ولكن ما حضرنا باسمنا، لان كلنا عندنا نفس الهدف ان احنا ننجز شيء، وكان اللي هو في موف تو امبروف مع الاستاذ فيصل المسوي، واحد الصور اللي حطيتوها. في نقطة أنا استوقفتني قبل شوي كانت قاعدة تقولها ألاء، أن شخص لما بيحقق أماله وطموحاته لا يحدد وقت. في وايد ناس عندهم خطة، يعتقد أنه هو لما يخطط لابد أنه يقول أنا في هذا الوقت راح أنجز هذا الشيء. أنا أعتقد أن هذه الطريقة ممكن وايد تكسر الطموح الشخص، وايد تخليه يتراجع لما يكتشف انه وصل لهالوقت وما حقق هذا الطموح. لما انت تقول انا في نهايه الكورس الدراسي بكون حققت هذه النسبه، هذا شيء مشروط، لان انت اصلا فتره عملك هي محدوده ومعروفه، وبالنهايه النتيجه معروف وقتها، ولكن الامال والطموحات اللي ما لها مدى معين اللي ممكن توقف قدامك فيها الظروف. فبالفعل الانسان لما بيحقق طموحه ولا بيحقق حلم لا يشرط على نفسه وقت، لان مثل ما قلتي انا مستغربه يمكن الاء وتتفقين معي من ثقافه ان انا
قبل لا يصير عمري كذي لازم اكون مسوي كذي. اي وايد مروا علينا كذي، حتى انا تركت كذي. فهذه انا اعتقد انها معلومه خاطئه. رب العالمين لما اعطانا عمرنا عمر كامل، حتى لو كنت صغير لو كنت كبير، بالنهايه رب العالمين قالك في هذا العمر حقق اللي انت تحبه. ابي اتكلم معاك عن شروط الالتحاق لمجموعه تميز. شنو هي اهم الشروط اللي المفترض انها تكون موجوده في الاشخاص عشان يقدرون يتواصلون معاكم ويشاركونكم في هذه الايفنتات؟ طبعا احنا حاطين طرق التواصل دائما موجوده. صراحه احنا ما عندنا شرط، الشرط الاساسي ان كل واحد عنده حلم يبي ينجزه، عنده هدف يبي يفيد المجتمع. احنا كلنا عندنا نفس الهدف المشترك، انه احنا نوصل الى رساله ان المجتمع يتعدل، وطبعا يتعدل عن طريق ان احنا الشباب اول شيء ننمي نفسنا، ننجز ونحقق طموحاتنا، وهالشيء راح ينعكس خارجيا على المجتمع. صحيح، يعني كلمه ننمي نفسنا بحد ذاتها ابدا من نفسك. مو بالضرورة أنا ألحق كل شخص وأقول له هذا اللي قاعد تسويه غلط ولازم تسوي هذا صح، لا، بلش من نفسك، أنت عدل أخطائك، أنت صحح مسارك، أنت حاول تكون بالفعل قادر أنك تتحدى العقبات، بعدين أنت راح تشوف أثر هذا الشيء على باقي الأشخاص في المجتمع. نبي نتكلم عن المكان اللي أنت وتسوون فيه فعالياتكم ودوراتكم في مجموعة تميز، هل لكم مكان محدد يقدرون يلجؤوا للأشخاص؟ هو مو مكان محدد، عشان كذي احنا وفرنا طرق التواصل معانا ممتاز. موجوده في كل مكان. حاليا عندنا الايفنت الجاي اللي هو بجميره، فاذا حابه اعطيك الديتيلز. نعم، اكيد تفضلي قولي لنا وين، متى الوقت، اليوم، الاشخاص اللي يقدرون يحضرون. ان شاء الله هو يوم السبت ان شاء الله 30 مايو. نعم. من الساعه 4:30 ل 8:30، وطبعا في شهاده معتمده وهو مخصص للاناث. ما في عمر محدد. وطبعا التسجيل راح يكون عن طريق التليفون او عن طريق حتى دايركت مسج عندنا بالانستغرام، في يعني في سهوله التعامل. والايفنت راح يكون عندنا اكثر من ضيوف عندنا على المسرح بيكونون، اللي هو استاذه مريم الدخيل، وراح تتكلم عن طرق الاتزان النفسي للمراه وتحقيقها ذاتها. وعندنا خبيرة التجميل شريفة الجابر، أفضل النصائح الجمالية. وعندنا الشيف محمد الرشيد راح يتكلم عن الهيلثي سناك. وعندنا الأستاذة بسمة سلطان، وراح تتكلم عن فقرة سمتها بانطلقي بطموحك. وفقرة الدكتورة فاطمة الموسوي، وطبعا هي مؤسسة Spread the Passion. وفقرة إبراهيم الفواز اللي هو يتكلم عن المرأة الواعية والحب. وآخر فقرة مع الأستاذة سجى سنان اللي راح تتكلم عن يوغا الضحك. نعم، يعني في كثير من الايفنتات او كثير من الفعاليات اللي منتظره الاشخاص اللي يحبون يشاركون في هذا الايفنت مع مجموعه تميز. قبل شوي كنا حاطين العنوان على الانستغرام، اللي يحب يتواصل معاهم اي ابديت راح يلاقيها على اكونتهم في الانستغرام، وهو معنا الحين على الهواء. اللي يحب يتواصل معاهم وين المكان، الشروط كلها موجوده، ومتى ينتهي التسجيل ومتى يبلش اكيد موجوده في الانستغرام. اللي يحب يتواصل معاهم، ابي اتكلم معاك عن رده فعلك انت اليوم كشخص فاعل في هذه المجموعه. شنو الرساله اللي تحبين توجهينها للشباب؟ احنا دائما نشوف ان الشاب الكويتي، ما ابي اقول دائما ولكن يعني في الغالب كثير من الاشخاص ينتقدون الشاب والشابه الكويتيه، ان هم دائما كسولين يعتمدون على غيرهم. واحنا نشوف العكس تماما. برنامج شاب قول وفعل شاف الكثير من الشباب اللي فعلا قول وفعل موجودين بكل مكان بكل المجالات، وقاعد يحققون طموحاتهم. اليوم انت موجوده قاعد تحققين طموحك، اليوم انت لك دور فاعل جدا في المجتمع من خلال هذه المجموعه. كلمينا عن يعني وجهه نظرك بشكل عام بالشباب اللي قاعد ينضمون لكم، اللي انت وقاعد تشوفونهم فعلا موجودين معكم. طبعا احنا عندنا طبعا الاناث، انا بالنسبه يعني لي انا شخصيا وايد بنات يكلموني ان احنا والله ودنا ننجز بس ما نقدر، احنا ودنا ننجز بس اهلنا، احنا ودنا بس ما عندنا وقت. بس يحاولون للامانه، يعني انا اشوف ان البنات يحاولون اكثر من الشباب. هذا شيء تحيز. والشباب وايد صراحه يحطون يعني اعذار، انه مثلا لا انا استحي، لا شلون انا اشتغل بجروب، والله سوالف تنميه ذاتيه، ويشوفون هالشيء يعني كنه موضه. ولكن هو شيء يعني دائما احنا قاعد نركز فيه، انه لا تنقون هالشيء بدافع ان انا بصير والله ببرز ان انا اعلاميا، او انا ببرز والله من ناحيه اخرى. كل واحد فينا بالذات شباب، انا وايد يعني قاعد اصادف حاليا احنا معانا بالجروب اعضاء يدد، يعني عندنا عضو بدون ذكر اسماء راح يعرف نفسه هو شخص يعني يعترف انه يقول انا انسان كسول، ولكن انا ودي انجز وانا احس ان انا مو مفيد. ففعلا هو لما دخل معنا هذا كان الهدف، ان انا ابي اصير انسان مفيد.
تدرين شنو الشيء الجميل؟ ان شخص يعترف، مجرد الاعتراف بالشيء اللي فيك، شيء سلبي، خصله ممكن ما راح نقول هي سيئه بقدر ما هي سلبيه وغير نافعه، الشخص لما يعترف بهذا الشيء على طول هو يبلش في تعديله. دائما الاعتراف بهذا الشيء يخليك تأدي الافضل. اعترفوا اللي فيكم كسول، خلي يعترف بهالشيء وخليه يقبل على العمل. اليوم عندكم انتوا ايفنت ما شاء الله راح يكون فيه كثير من الفعاليات، وايد ضيوف مهمين على كافة الأصعدة وأكثر من مجال. نبي نتكلم عن المخرجات اللي تتوقعونها أنت وكمجموعة تميز من وراء هذه الإيفنتات. طبعا مثل ما قلت لك الهدف الأساسي، ولكن يعني شوفي الحين الإيفنت اللي هو يوم السبت احنا مخصصين للمرة، لأنه وايد نحط احنا يعني النساء نحط عوائق من ناحية ان انا بنت، ومن ناحية ان ما يصير اسوي واحط و المرأة لها مرات سلطة المجتمع عليها تكون اكبر من الرجل، فبالتالي ممكن هذا يحد شوية من انجازها. بالضبط، وهي يعني ما هي ام، وهي صديقة، وهي اخت، وهي بنت. فاذا احنا ما اهتمينا فيها وما خليناها هي تهتم بنفسها وتعلم نفسها، الباجي ما راح يتعلمون. حتى لو هي ما حبت نفسها او ما احترمت نفسها، فالباجي شلون يسوون هالشيء اذا هي ما نفذته؟ فعشان كذي احنا نتمنى ان شاء الله بعد الايفنت القادم ان تكون كل وحده طالعه من الايفنت هي متعلمه ان هي شلون تفيد نفسها، تحترم نفسها من داخل، تقدر نفسها، تكافئ نفسها، تحط احلامها بزاويه ان ما حد يجيسها هذه احلامي. صح في عندنا عوائق تصير ان من ناحيه المجتمع ومن ناحيه البيئه والعائله، ولكن يعني في احلام ما ردنا نوصل لها اذا احنا حطينا هالشيء هدف امامنا، فممكن ان احنا نجتازه. نعم. وان شاء الله بالايفنتات القادمه راح نخصصها لجميع الفئات، وان شاء الله عندنا شهر 10 هم راح يكون التميز الاساسي. نعم. وهذا اللي نامل ان احنا يعني كل شخص فينا سواء ذكر او انثى كانت حاضره ان تطلع وهي عارفه شلون تخطط حق مستقبلها وحق احلامها. نعم، هذه دعوه اذا للاناث في يوم السبت راح يكون اللي هو 30 مايو راح يكون عندهم هذا الايفنت. يعني يعجز اللسان فعلا ان الواحد يقول شلون نشوف الشباب الكويتي قاعد يحاول يساعد بعض البعض علشان يوصل حق اهدافه وحق طموحاته. احنا نرفض فكرة المجتمع المأخوذة بشكل عام عن البعض، لان الشباب الكويتي لا واقع يشتغلون، في ناس ما شاء الله قاعد نشوفهم كخلايا النحل موجودين في المجتمع، ما لهم يمكن مو قاعد يتسلط عليهم الضوء اعلاميا، ولكن هم بالفعل قاعد يعملون. مو بالضرورة انت تشوف الظاهر علشان تقول هذا الشخص قاعد يفعل او يعمل، ولكن ايضا خلينا نؤمن ان في كثير من الشباب قاعد يعملون تحت الاضواء علشان يحققون بالفعل طموحاتهم ويساعدون اخوانهم في جيلهم ايضا يحققون طموحاتهم واحلامهم. احنا نشكرك على وجودك معنا الاء في برنامج شباب قول وفعل، وان شاء الله باذن الله يتواصلون معاكم الاشخاص اللي يحبون ينضمون لكم في مجموعه تميز. كل شكر لك. شكرا. مشاهدينا الكرام راح نروح معاكم هذا الفاصل، واكيد راجعين ومعنا ضيوف في استديو شباب قول وفعل.